تعالوا دلوقتي مشاهدينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمر صحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، واللي بيتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. المؤتمر هيعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وبيحضروا كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضروا أيضاً أعضاء لجنتي 10 و50 واضع الدستور. النهاردة هتفحص الهيئة العامة للسلع التموينية عروض الشركات الراغبة في توريد زيت الطعام وفقاً للممارسة رقم 10 لسنة 2023-2024، وحيث تتعاقد الوزارة لتوفير زيت الطعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان المقبل. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب بوركينا فاسو مع منتخب الجزائر الساعة 4 عصراً، وفي 7 مساءً هيلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب أنغولا، وفي 10 ليلاً هيلتقي منتخب تونس مع منتخب مالي. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب الأردن مع منتخب كوريا الجنوبية الساعة 1:30 ظهراً، وفي 4:30 عصراً هيلتقي منتخب البحرين مع منتخب ماليزيا.